شخصية الحقيقة يعني معقد. يعني نتخيل كده سيدة بتبيع أولادها الثلاثة وفي قمة السعادة، يعني وبعدين تتحول، وبعدين الفقيرة تتحول لغنية، وفي الآخر تعدم وتعدم ولا كأنها تتعدم، يعني ميتة قلبها ميت. ايه الحكاية؟ انت قلتي قبل كده ما بيحبش الشخصيات النمطية، لكن دي شخصية صعبة جدا حتى ادائها، يعني عايز اعرف انت جهزتي لها ازاي دراميا، والله استعدي لها ازاي دي؟ جت من عند ربنا كده احكيلي. لوحدها. انا شايفاها ان هي زي ما انت قلت قلبها ميت، ما فيش حاجة بتكسرها، اتكسرت وهي صغيرة يوم مامتها ما ذبحت قدامها الارنب، خلاص موتت كل حاجة او ذرة حنية جواها. ده بقى الحاجات اللي انت كنت بتقولها انت وياسمين بتتخانقوا على ايه. انا فاكره ان يوم ما حصل الزلزال والبيت وقع، ياسمين كانت خايفه ان انا لو ما عيطتش او اخدتها بعياط يتقال ان انا مش عارفه اعمل المشهد. فقالت لي مش عارفه ليه حاسه ان ده كتير قوي. قلت لها دي ما بتعيطش على حد، صفت بالنسبه لها صفقه، هي هتعيط عليه ليه يعني؟ والناس مش هتفهم ان انا بعيط على المطعم، لا هي يفتكروا ان انا بقى حبيته وبعيط عليه. عمره ما هيبقى اغلى من ولادها يعني. انا كنت شايفاها دايما صارمه، لا بتضحك، لا تعرف تضحك ولا تعرف تعيط ولا في حاجه بتقف قصادها، وذكيه بشر، وعندها هي اهم من اي حاجه في الدنيا، انا ومن بعدها الطوفان. كنت زمان اقعد اقول يعني ايه كلمه انا ومن بعدها الطوفان، يعني معناها ايه؟ لما عملت مره فهمت معناها ايه.